المهم انا كان فرحان الوداد فين وصلت اليوم هذا. وانا اللي الغريب هو كنشوف بعض الجماهير الوداد رابحه وباقي يسب والشتم. انا مشكل الاشخاص تنخليو اللي كنا كنلعبو الفريق حنا نلعبو. انا ما كنلومش الجمهور اللي كان كيسب ولا هذا، كنلوم الناس اللي ورا هذا الشيء. خلاص سامحهم الله، وانا غادي يجي واحد الوقت اللي غنسميهم بالاسماء ديالهم هاد الناس اللي ورا هذا الشيء، انا عارفهم واحد بواحد. وانا هاد الاكرم شفار الطاسي اللي فان فان كولو، هاد الاكرم ملي جا الوداد اشنو بغى يشفر؟ اشنو لقى باش يشفر؟ هذاك الشيء اللي دار الاكرم في الوداد الله يجعل البركه، كلشي يدخل للمركب يشوفو. اش غادي يشفر هاد الاكرم؟ هاد الناس اللي كيسبو يمكن تولي الطاسي اللي تفوجو ما يعرفوش. انا شفت اطفال دراري صغار ابرياء امتلك 10 سنين، ولكن اللي ورا هاد الناس اللي ورا هاد الشيء انا كنعرفهم. فقلت لهم صلحهم الله. وانا اليوم راني دابا كنتواجد الان نيت عند السي اكرم، وكنطلب منه باش التعفى ديالي، لانني ما يمكنش ليا نخسروا فلوسنا ووقتنا ورزقنا ونمشيو ننتصروا ونقادوا فريق ونتعرضوا للسب والشتم. غير الا لقينا غير بحال حنا ديال نيت على الله ومن الاحسن. واليوم دابا انا جالس عند السي اكرم اللي دابا كنتواجد عنده في المكتب باش نستقل، باش لان اخ صديق ما يمكنش نخوي به، كيقول لي انا مشيتي انت مشيت انا. وانا دابا راني حرت البحرت، هو كيقول لي خليه بلي يدوز الماتش هذا لحد يبدا هكا وتسالي البطوله ديال الشطر ديال الذهب، وديك الساعه نخمو. المهم انا غادي نشوف دابا، لان ما يمكنش ليا عاوتاني انا غنضحي بنفسي شويه ولا بدا، ولكن غنطلب من الجمهور الله يهديه. راه سي اكرم قال لكم انا في اخر السنه عندكم شي رئيس جيبوه، راه ما راسكش فيها، عندكم شي رئيس اللي كتشوفوه صالح مرحبا بكم. غير الفوضى لا، والفرقه راه غاده مزيان والحمد لله، راه فريق راه عندكم فريق كبير راه يعني واجد، والله يهدي الجميع. وحد الساعه راه باقي الاستقاله. شوف السي اكرم انا قال لي دابا فاجئني، كيقول لي الا مشيتي انا غنمشي بحالي. انا ما بغيتش الغويده تلاح لا، خصنا نلقاو شي حل، ولكن انا ما يمكنش نزيد في هذه الظروف.